أولا شكرا على هذا اللقاء زوين. أنا لي شرف نكون اليوم متواجدة كفنانة مغربية أمازيغية. تبارك الله كاينة نخبة من الفنانين شاب خال، نخبة فنانين زوينين بزاف، كاينين ناس اللي هما راقيين بزاف. أنا كيشرفني نكون في هذا النوع من ليزيفينمون اللي كنقدروا نعاودوا بهم الناس، كيقدروا نعاونوا الأطفال، نعاونوا بزاف ديال الناس، ولي الشرف زعما نتواجد اليوم في مجلس الدار البيضاء خصوصي على قبل هذا ليفينمون. هي صراحة أنا يعني ابتديت المسار ديالي وأنا بنت 16 عام، شاركت بزاف ديال الأعمال سواء في المغرب أو في مصر أو في لبنان، دو فويس تركي بزاف ديال. كنقول أنا اليوم واخا رغم كل شيء أنا في بداية مساري الفني، لأنه كل نهار كنزيد نتعلم أكثر، كل نهار كيزيد يكون عندي الشغف أنني نقدم أحسن ما عندي، والحمد لله أنني يعني كنكون في أعمال اللي كيشرفوا، أعمال اللي هما جمال بزاف وكنخدمهم بقلب، فهذا هو سر النجاح بالنسبة لي في الأدوار اللي كنقوم بهم. الالهام على حسب الدور، يعني انا كنميل للادوار المركبه، كيعجبني الدور اللي ما كيكونش كيشبه ليا، يعني الدور اللي يكون مركب اللي نقدر نمثل فيه شي حاجه اللي ما كتحش ليا في الحياه اليوميه ديالي، وكيعجبني لانه ناس في الزنقه كيعيطوا ليا بالشخصيه، هذا دليل على نجاح الادوار الحمد لله. بغيت نقول للشباب اللي يلاه بيبداو في اي مجال انهم تيقوا في راسكم، لانه الا ما تقتوش في راسكم واخا الناس كلهم يتيقوا فيكم ما غاديش تقدروا توصلوا داكشي اللي بغيتوا. تيقوا في راسكم واكيد كل واحد عنده موهبه غيقدر يطورها ويثقلها كيوصل فين ما بغى.